تركيا مستمرة في عدائها على سوريا وعلى الشمال السوري حصرا، وكل يوم مسيرة تضرب هنا وتضرب هناك، وخاصة في مدينة منبج. فهذا الدليل يحمل كل البغض الذي داخل الدولة التركية ضد سوريا وضد الشمال السوري حصريا. طبعا ما ينم عن اسلوبها الوحشي بمحاولتها بشكل دائم للنيل من مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام لتحقيق تطلعاتها ومشاريعها. هل التفجير هذه عم تبين مدى كرهها لشمال وشرق سوريا وعم تخلق بهالاستهدافات هذول مشاكل وبلبلة بالبلد وعدم استقرار وأمان؟